أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حصاد سفيركم. بعث الملك محمد السادس برقية التهاني إلى رئيس جمهورية الكوت ديفوار حسن وترا وإلى السيدة الأولى في البلاد دومينيك وترا بمناسبة تتويج المنتخب الوطني لكوت ديفوار في نهائي الدورة 34 لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. وفي خبر آخر، استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الأربعاء 14 من فبراير الجاري وزير الأول لدولة النيجر علي مهمان لامين رين مبعوث الجنرال دوبريغاد عبد الرحمن تيابي رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن رئيس الدولة. وخلال هذا اللقاء أبلغ علي مهمان الذي يقوم بزيارة صداقة وعمل المملكة على رأس وفد رفيع المستوى رسالة من الرئيس النيجيري إلى الملك محمد السادس. وعلاقة بمغاربة العالم، دعا إدريس اليزامي رئيس مجلس الجالية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى ضرورة فهم التأثيرات الاقتصادية المباشرة للتحويلات المالية للمهاجرين بشكل أفضل، وشدد على ضرورة إشراك الجالية في المسار التنموي في المملكة. وأكد اليزامي خلال افتتاح ندوة دولية حول بين الأزمات وتحولات الهجرة وسياسات بلدان الاستقبال أي مستقبل لتحويلات المهاجرين المغاربة والمتوسطيين التي نظمتها جمعية الهجرة الدولية بدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج على ضرورة فهم التأثيرات الاقتصادية المباشرة لتحويلات المهاجرين، حيث قال ليس فقط على مستوى الأسر ولكن على الاقتصاد بشكل عام. وأوضح المتحدث نفسه أن تحويلات المهاجرين أصبحت موردا اقتصاديا مهما للمملكة. جدد المغرب خلال الدورة 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا التأكيد على العلاقة بين الإرهاب والانفصال والميليشيات المسلحة ووجود جماعات مسلحة من غير الدول. وأكد الوفد المغربي أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على التزام المملكة المغربية الراسخ بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله. كما جدد الوفد المغربي على الروابط الوثيقة بين الإرهاب والانفصال والميليشيات المسلحة ووجود الجماعات المسلحة من غير الدول. وننهي حصاد هذا الأسبوع بالخبر الرياضي، حيث أعلن الدولي المغربي إلياس خماش اختياره ارتداء قميص أسود الأطلس بصفة نهائية خلال لقاء أجراه مع الصحافة الإسبانية. وعبر خماش خلال اللقاء بكل ثقة عن حبه لانتمائه للمغرب ولأصوله وثقافته وتربيته التي جعلته فخورا بارتداء ألوان أسود الأطلس، ووصف الدولي المغربي قراره بالسهل والنابع من القلب. وصرح الصاحب 19 ربيعا بأنه ممتن لكل ما فعله المنتخب الإسباني لأجله، كما عبر عن فرحه بتقبلهم لاختياره النهائي وسعادتهم لأجله. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حصاد هذا الأسبوع. شكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء.